العهد الجديد رسالة يوحنا الأولى أكتب إليكم أن لا تخطئوا، يبقى قاعدة أنك ما تخطئش، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شافية عند الآب يسوع المسيح البار. فالقاعدة أن أنا أعيش في الوصية، طبعا لما بتدرب على كده يبقى دي حياتي، ولكن في بقى الزلات. إيه هي الزلات؟ هي دي بقى إن أخطأ أحد. عايزين نقول تعريفات يا جماعة عشان احنا بنعلم. الزلات هي الخطية التي أقع فيها على غير اختياري، على غير إرادتي. يعني إيه بقى على غير إرادتي؟ يعني أنا مش عايز أعمل كده، لكن الموقف استفزني وخرجني عن حكمتي فقلت كذا. العلامة التانية أن هذه زلة وأنها عكس إرادتي، إن ما يحطش راسي على المخدة وأنام الليل قبل ما أرجع عنها. طبعا أنا قلت مرات أخرى أنه في ساعتها أتراجع عنها. فهذه اسمها الزلات. يبقى الزلات واحد ليست إرادتي، اتنين أنني أرجع عنها فورا. فإذا توفر العنصرين دول، علامتين دول، دي تبقى زلات ينطبق عليها إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. أما إذا كانت الخطية باختيارنا مع سبق الإصرار والترصد، أنا بقى لازم أربيه وأعلمه الأدب. شفت بقى أنا قاعد أفكر إزاي أنتقم منه، إزاي أربيه، باخد قرارات ومراحل وبرتب وبفكر وبصنع تدبيرا للشر، تدبيرا للشهوات، تدبيرا للجسد. أنا مبقاش زلة بقى. تقول لي طب لو كان الموقف ما هوش زلة بقى، يبقى أنت عايز تتغسل من أول وجديد. وطبعا لازم بقى هنا بقى دور السر الاعتراف، الدور الأساسي بتاع سر الاعتراف، إن يبقى فيه الأب الراعي اللي يشيلك ويثبتك ويقومك ويحل رباطات الخطية عنك وهكذا. دي مش الزلات، لازم يبقى فيه رجوع من جديد وزي ما شرحت. أما الزلات فهذا هو الأمر. فالفرق بقى بين الخطية المؤدية إلى الموت وبين الزلة هو كده، إن الخطية المؤدية إلى الموت باختيارنا، يعني مع سبق الإصرار والترصد، مع صنع التدبير للجسد والشهوات. وأما الزلات فكما شرحت الآن.